ديموس، إلى أين تتجه؟ هل أنت واثق أن ديموس يخدم حاكم يار حصار؟ كان يقوم بأعماله دائما وبأعماله القذرة أيضا. أنا واثق من هذا. أخشى أن يقاسمنا خبزنا ويخون السيد عثمان يا جيرفتاي. لنرى الآن كم تحب روحك. لنرى بما ستخبرنا عندما نفصل لحمك عن عظمك كما نفعل مع أضاحي العيد. Ha ha ha.